إذا ما صار في توافق وإذا ما كنا 128 صوت لا راح ننقذ لا المجلس النيابي ولا لبنان. ماذا سيفعل رئيس مجلس النواب في انتخابات رئاسة الجمهورية؟ وأي استراتيجية للجلسات؟ من هو مرشحه لرئاسة الجمهورية؟ وهل يتكرر سيناريو 2014؟ لماذا تعثر تشكيل الحكومة؟ وهل تستطيع حكومة تصريف الأعمال تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية؟ لازم كلياتنا نكون بموقع تقدير مخاطر الفراغ الدستوري. وهل من خطر على النظام والطائف؟ مجلس عم بيقوم بدوره ولازم يقوم بدوره. ماذا عن إنجاز ترسيم الحدود البحرية؟ وهل قطف الرئيس ميشيل عون ما عمل له الرئيس بري منذ 11 عاماً؟ ماذا عن الانهيار المالي والاقتصادي وصندوق النقد والقوانين المطلوبة؟ وهل لا يزال مجلس النواب سيد نفسه؟ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل يكشف الكثير من الكواليس السياسية والمالية ضمن حوار المرحلة مع رولا حداد الثلاثاء 9:30 مساء على الـ LBCI.